ربنا بعدك فتح لنا باب، وهذا من سماحة الدين ومن عظمة ربنا رب العالمين، فتح لنا الباب ما اتقفل عليك. انت وقعت في واحد من الذنوب دي ما تيأس، لا لا، الباب مفتوح لسه. قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. ها، اللي تاب ده بيلقى خير كثير. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نقل ابن كثير في التفسير هذه الآيات أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قد صغط حاجباه من الكبر، شدة ما عجوز، لعد ما الحواجبين بتاعينه سقطوا على عيونه، قفلوا عيونه كبير. قال يا رسول الله إني رجل لي فجرات وغدرات. غدرت، والغدر معروف، وفجرت، والفجور معروف. قال فهل لي من توبة يا رسول الله؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال إذن سيغفر الله لك غدراتك أو غدراتك وفجراتك، ويبدل سيئاتك حسنات. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، شكله عمل حاجات كثيرة. قال وغدراتي وفجراتي. قال وغدراتك وفجراتك. قال الراوي فولى الرجل يكبر، قال حتى توارى لحد ما انقطع، شغال بكبر وهلل فرحان، لأنه في باب مفتوح لسه يا أخوان، لسه في باب مفتوح. ارجع إلى ربك وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أرجع يا، ما في مشكلة، ربنا بيقبلك. أنت قال في مشكلة، الله بيقبلك برضو. قال يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني شنو؟ بعض العلماء قال يعني العمل بتاعهم بتاع المعصية بيتبدل لعمل طاعة. كان بالليل قاعد في الخمارة ومساهر مع الفواحش، خلاص يبدل الله سيئاتهم حسنات، بالليل ده بيقوم بيصلي لله وبيستغفر وبيسبح، خلاص يتبدل العمل بتاعه في الدنيا الكعب لعمل كويس. بعض المفسرين يقول يبدل الله سيئاتهم حسنات، السيئة بتاعته ذات العمل دي، امشي يوم القيامة يلقى حسنة. روى الإمام البخاري أو الإمام مسلم في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل النار أو آخر أهل الجنة دخولا، آخر واحد يدخل الجنة. قال فيقال نحو عنه كبار ذنوبه، الذنوب بتاعته الكبيرة ما توروا لي وخلوها على جنبه، وأخبروه بصغارها. بيقوموا يعرضوا عليه ذنوب الصغار، حياته الصغيرة صغيرة، عملت كذا يوم كذا ما بينكر أي شيء، وعملت كذا يوم كذا، وروا الصغار في الأول. قال وهو مشفق من كبارها، خايف من الكبيرة وعارف في كبار وبروا في الصغار، وعملت كذا وعملت كذا، ولا ينكر من ذلك شيئا. قال فيقال له قد بدلت سيئاتك إلى حسنات، أي سيئة أنت عملتها بدلوا لك حسنة. قال فيقول في الوقت ذاك انتبه للكبيرة، قال لهم إن لي ذنوبا لا أراها، في وحدات كبار يا الله ما شايفها. ليه؟ لأنه لقى شنو؟ السيئة بتبدل لحسنة. قال إن لي ذنوبا لا أراها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. الباب مفتوح يا أخوانا، نرجع لله قدام، وعند الفرصة معانا. واحد من الأئمة، من أئمة السلف، وقف عند قبر بتاع واحد مات، فقال للمشيعين، ناس بيحفر في القبر، قال لهم أترون هذا اللي دفنوه ده لو عاد إلى الدنيا، لو رجع أكان يفعل ما كان يفعل؟ كان بيسوي حياته الزمان دي؟ قالوا لا يا إمام، ده كان رجع بنضبط تمام. قال أما هذا
فلا فرصة له، وأما أنتم فافعلوا الخير. سويتوا، أنتوا عندكم فرصة، الرجل ذاك ثاني ما عنده حاجة. أسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها. اللهم اقبضنا إليك يوم تقبضنا وأنت راض عنا. يا ذا الجلال والإكرام، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وخير أيامنا يوم نلقاك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، وقوم إلى الصلاة يرحمكم.